ثورة ثورة حتى النصر. يقولوا أن إرادة الشعب المصري اتجهت نحو الإطاحة بمرسي بحكم أنه هبطوا 22 مليون إلى الشارع. شنو هو التعقيب اللي نجم يكون على الكلام هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يلزم يعني التوجه العام نتاع وخيانة في الإعلام، ثم جملة ولا كلمة واحدة هو الكذب والتلفيق والوهم. ماذا ماش مريناش ما حسبناش 22 مليون كلام يقولوه ثم يعني يعيدونه. توا يحسب حتى توا ما قلناش 22 مليون، اما توا الشعب اللي موجود في الساحات شعب المصري ولا شعب جاي من نيبال؟ ولا تشوف احنا اولا قلنا مع الشرعيه وليس مع يعني التجمعات الشعبيه. قلنا ثم شرعيه وننتظروا الاربع سنين هذوما، وهو قال ثم انتخابات برلمانيه والبرلمان ينجم بطريقه شرعيه وبطريقه كما نقولوا نحن قانونيه ينحيوا الرئيس، وكان نحاوها بطريقه برلمانيه ما يتكلم حد. اما العقليه نتاع الخاسر والناس اللي لفظتهم الجماهير يرجع من الشباك بطريقه اولا بالكذب ثم بالتزييف ثم بالانقلابات. هذوما ناس ما ينجموا يكونوا في الكراسي كان بالانقلابات، هذا في مصر ثم في تونس. ها بدات تخرج علينا الناس اللي لفظتهم الشعوب والناس اللي ما عندهمش حتى وزن وما عندوش حتى سلطه في عائلته، ورغم ذاك يتحالفوا مع الشيطان ليعيدوا علينا الكرة. هما ماشي في بالهم التاريخ يعيد إلى الوراء، أبدا التاريخ يمضي إلى الأمام. هذوما خارج التاريخ وخارج سياق الزمان والمكان، ومكانهم الطبيعي هذوما ما يسمى ذي حمى وكذا هي السجون. مادام متآمرين وضد السلم الاجتماعي وأينما حلوا وأينما مروا تركوا الخراب والدمار. هذوما طلبنا أكثر من مرة الحجر الصحي والإعلامي، توا لا هذوما يقعدوا تحت الإقامة الجبرية باش تقعد الشعوب في أمن وأمان ونذهبوا للانتخابات الناس كل، واللي يجيب به الصندوق مرحبا به كان من كان. كل من يخمم بطريقة رجعية وبطريقة انقلابية وبطريقة متاع فتنة نحن له بالمرصاد، ولن يكون لأي إنسان يخمم بالطريقة هذه مكان في تونس الجديدة. أنا نحب نذكر بجملة هي شعرية لشاعرنا أبو القاسم الشابي يقول: حذاري فتحت الرماد اللهيب ومن يزرع الشوكة يجني الجراح. يعني الناس هذوما سيجرفهم سيل الدماء ويأكلهم العاصف المشتعل. الشعب الكل مش جهة ولا حزب، لا الشعب الكل الأمة الكل قالت نحبوا أمن وأمان ونمشيوا الانتخابات، واللي يجيبوا الانتخابات واللي يجيبوا الجماهير يا سيدي مرحبا به، هذاك هو الشرعي ونمشيوا باش نقدموا باش نحقوا للشعوب العربية الكل الازدهار وخاصة الاستقلالية. هذوما ما ينجموا يتحركوا كان كيبيعوا ذممهم للخارج وهما طابور خامس ويتحالفوا مع الشيطان فقط للربح الشخصي والاناني. هذا لن يكون بعد من استفاق الشعب وتحرر والحمد لله. سعاد العلمي هذه الكل فيما يخص الشان التونسي، لكن شنو هي الرساله اللي تنجم توصل للشعب المصري من خلال الوقفه هذه؟ هو بيده حبينا نقولوا لكل منقلب حتى في القطب الشمالي راك غالط ترجع، وكان ما ترجعش راهو مكانك يعني في مزبله التاريخ كان من كان. قلنا فما شرعيه الناس كل توافقت عليها به، وثم شرعيه جايه، ثم يعني كيما نقولوا ميعاد وكيما نقولوا نحن لحظات نتاع انتخابات تستنى وتدخل كيما الناس واللي جابته انتخابات مرحبا به. شوف حبيت نقول هذوما اللي يقولوا نحن ديمقراطيين والعلمانيين اثبت التاريخ والتجربه انهم هما ديما ترفضهم الجماهير، وانه الحركات الاسلاميه قابله بقانون اللعبه وما هيش انقلابيه. علاش؟ خاطر احنا عندنا مبدا وهما لا مبدا لهم. بالنسبه لنا نحن كصحفيين اول ما وصلنا معناتها يوم امس انه شباب حركه النهضه هو منظم وقفه امام السفاره المصريه، يعني نرجع لك انت باش تفسر لنا اكثر النقطه هذه، شكون منظم الوقفه هذه وشكون اللي شارك فيها اليوم؟ لا هو القرار كان من حركه النهضه بحد ذاتها انها تنظم وقفه احتجاجيه، لكن حركه النهضه تراجعت لاخر قرار على اخر لحظه عن الدعوه نتاعها بحكم انها ما عندهاش ترخيص وباحترام بتعلى احترام القانون، ولكن صارت حركة عفوية وشعبية من مواطنين عاديين
من شباب الثورة. نحن شباب الثورة التونسية ننتفض دعما لشباب الثورة المصرية ودعما للشعب المصري الذي اليوم يعني تكاد له مؤامرة كبرى، مؤامرة لوأد ثورته ولوأد ديمقراطيته الوليدة. نحن نقول أنه لا مجال إلى حكم العسكر بعد الربيع العربي، ولا مجال إلى أن يعود العسكر وتعود الدكتاتورية مرة أخرى. اليوم فصيل سياسي يدهس تحت الدبابات ويمحق بأذرع العسكر. نقول أن لا مجال بعد الربيع العربي إلى عودة الدكتاتوريات، ولا مجال لمصادرة الرأي والفكر الحر. نطالب ونناشد بفتح السجون وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين من شباب الثورة المصرية، ونطالب بفتح السجون وإطلاق الحريات وإطلاق حريات القنوات الإعلامية المصادرة. أين نقابة الصحفيين؟ أين أحرار العالم؟ كيف برأي يقمع وينقد حتى لو كانت تختلف عليه؟ اليوم أكلت يوم أكل الثور الأبيض، اليوم فصيل يقمع، غدا سوف تقمعون أنتم واستخدموكم حصان طروادة. وشكرا. جميل جدا، لكن الجميع يتساءل معناها على يعني وقع قتل مواطنين أبرياء، الجميع معناتها اليوم قام على مشاهد من قبيل أنه تم رمي يعني المواطنين المصريين من أعلى أسطح العمارات. معناتها ما هو تعليقكم على مثل هذه المشاهد التي قد تصدم المشاهد العربي والمتابع للشأن المصري بصفة خاصة؟ اليوم في الحقيقة أننا نشاهد جزء من الرأي والفكر، كيف بكافة القنوات التي تتحدث عن الثورة وباسم الثورة غلقت، وفقط قنوات الفلول في مصر التي كانت تنشط في عهد مبارك هي التي تتحدث اليوم وتشوه المصريين الأحرار وتتهمهم بأنهم إرهابيون. أنا عندي أصدقاء ثوار في مصر وحتى معارضون إلى حركة الإخوان المسلمون ومعارضون حتى للإسلاميين، ولكنهم مع الشرعية وضد عودة العسكر. نحن نقول أن هذا الانقلاب هو انقلاب يخدم مصلحة العسكر ويخدم مصلحة الفلول، وهو لوأد الثورة المصرية. هذه الحركات الخبيثة والدنيئة هي ببساطة حركات المخابرات وحركات اليوم مصر أصبحت مرتع المخابرات العالمية. نذكر بماذا حصل في الجزائر، كيف ابتدأت الحرب الأهلية. السيناريو الجزائري يعود بقوة في مصر، يصعد الإسلاميون ثم ينقلبون عليهم ويخرجون بميليشيات. اليوم هذا الشاب أو هذا الرجل الذي يلقي بالمواطنين من أعلى الأسطح، اكتشفت المؤامرة أنه لديه رحية اصطناعية. من لمن مصلحة هذا الشيء؟ لمن مصلحة وعد الثورة في مصر؟ هم أعداء الثورة وأعداء الربيع العربي وأعداء القضية الفلسطينية المحورية في هذا الربيع، ونحن أعلناها يوم سقط مبارك. تظاهرنا هنا أمام هذه الأسوار وأمام هذه السفارة وقلنا الشعب يريد تحرير فلسطين. والله الوضع واضح صريح، إذا كان في معارضة وكان في مؤيدين الوضع واضح صريح. الرئيس اللي هيجي بالصندوق هيمشي بالصندوق، لا مجال للشك في كده، ولا مجال آخر غير الحل الديمقراطي والشرعي اللي هو كل العالم بيمشي بنفس النظام. اللي بيجي بالصندوق حتى لو ليه معارضين كتير بيمشي بالصندوق. تعليقك كمواطن مصري على أحداث العنف اللي صدمت المشاهد العربي؟ والله أحداث العنف التيار الإسلامي بريء منها تماما، والتيار الإسلامي الأماكن بتاعته معروفة وما فيهاش عنف، والأماكن بتاعتهم كل الناس بتهجم عليهم وكل البلطجية بتهجم عليهم وفلول النظام البائد بيهجم عليهم في أماكنهم. أنت لو حد جالك في بيتك يعتدي عليك هتعمل إيه؟ هتدافع عن نفسك، إنما جايلك في بيتك ما تقولش العنف مني. يا رب يقسم السيسي ومن والاه، اللهم يا رب اخلعه ومن والاه، اللهم لا ترفع لهم في مصر رايه، اللهم لا ترفع لهم في مصر رايه، اللهم يا رب واجعلهم لمن بعدهم غايه، برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم ثبت اخواننا جميعا في كل اراضي العالمين، اللهم ثبتهم في ارض الكنانه ارض مصر يا رب العالمين.